السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة YTDZ لأهم أخبار الجزائر اليوم. أعزائي المشاهدين، اليوم لدينا أخبار وتطورات في غاية الأهمية تحصل الآن في الساحة الإقليمية والدولية. بداية، نحن نلاحظ تحركات عسكرية قوية جدا وخطيرة تحصل الآن عند الحدود الجنوبية للجزائر وتحديدا في مالي، لأن هنالك تنشط جماعات ومرتزقات، ولأنه تم رصد اليوم صورا للمرتزقة فاغنر والجيش المالي يدخلون تقنية وتكنولوجيا عسكرية جديدة لم يكونوا يستخدمونها من قبل، وبعد تكبدهم لخسائر كبيرة جدا في الممتلكات وفي الأرواح والجنود. وكما شاهدنا، الجيش الجزائري يرسل في الأسبوع الماضي شحنات أسلحة تتمثل في نقل المروحيات العسكرية الثقيلة من طراز ميلمي 26 الجزائرية، التي تعتبر أكبر مروحية عسكرية في العالم حاليا. الجزائر أرسلت الأطنان من الأسلحة، وهذا دعما لجماعة الأزواديين في التقدم، وهذا مكن الجماعة في التقدم من عدة جبهات في أرض المعركة وفي الميدان في حربه ضد الجيش المالي. وانسحبت القوات المالية من مناطق عدة كانت تسيطر عليها في سابق الأيام، فهذا يدل على أن الدعم الجزائري أتى ثماره. ولكن هم الآن يقولون حسب المعلومات، وليست مؤكدة أعزائي المشاهدين، إنما يتم تداول هذه الأخبار في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي وليس الصفحات الرسمية، لكن هذه المواقع تقول أن روسيا تتدخل بشكل رسمي لدعم مرتزقتها فاغنر بسبب تكبدها للخسائر الهائلة في الحرب الأخيرة ضد الأزواديين. مرتزقة فاغنر قالوا أن السبب فشلهم في العملية التقدم هو خوف الجيش المالي. وبعد قليل متابعينا الكرام سنعرف المزيد من التطورات حول الأحداث والأوضاع هنالك في المالي. أيضا أعزائي المشاهدين، انتصار آخر تحققه القوات السودانية في القارة الإفريقية وتستولي على كمية ضخمة جدا من الأسلحة والعتاد الحربي والعسكري الذي كانت ترسله دولة الإمارات من أجل دعم مرتزقتها التي تسمى قوات الدعم السريع. وجميعنا شاهدنا أن الجزائر كانت من الدول القلائل التي ترسل دعما عسكريا للجيش السوداني، وعدة مواقع عسكرية تكلمت على أن الجزائر ترسل طائرات حربية متطورة من أجل دعم الجيش السوداني الشقيق ومن أجل وقف الدور الشيطاني لدولة الإمارات التي كانت تسرق ثروات الدول العربية والشقيقة في المنطقة. وبعد قليل متابعين الكرام سنشاهد بالفيديو كيف يستولي الجيش السوداني على العتاد الحربي والعسكري للأسلحة التي كانت ترسلها الإمارات للمرتزقة قوات الدعم السريع. أيضا لدينا أعزائي المشاهدين، اليوم الشعب التونسي الشقيق يتحرك بأعداد ضخمة جدا في العاصمة التونسية تونس من أجل طرد السفارات الدول المطبعة مع الكيان، وتوجهوا نحو السفارة الفرنسية، وهذا تسبب في اشتباكات عنيفة جدا بين المتظاهرين التونسيين وشرطة القمع في السفارة الفرنسية. أيضا لدينا أعزائي المشاهدين، مجموعة البريكس تنشر على صفحتها الرسمية مشروع ونموذج لأطول ناطحة سحاب في العالم التي سيتم بناؤها في المملكة العربية السعودية، وسيبلغ طول هذه ناطحة السحاب 1 كيلومتر. أيضا متابعين الكرام، في هذا الفيديو سنكشف لكم الاجتماع القوي الذي جمع أمريكا بالجزائر في سابق الأيام، والذي طلبت فيه أمريكا ببناء قواعد عسكرية في الجزائر. سنعرف السبب الحقيقي لرفض الجزائر الطلب الأمريكي، والجزائر رفضت الطلب الأمريكي. والمعلومات الأكثر إثارة للاهتمام أن جميع الدول المحيطة بالجزائر والتي تجاور الحدود الجزائرية فيها قواعد عسكرية أمريكية ما عدا الجزائر، كما ترون في هذه الصورة. كما ترون أعزائي المشاهدين، هذه الصورة أخذتها من جوجل. كما ترون قواعد عسكرية أمريكية في شمال أفريقيا تظهر الخريطة الدول المحيطة بالجزائر والتي فيها قواعد عسكرية أمريكية. كما ترون تونس فيها قاعدة عسكرية، ليبيا أيضا فيها قاعدة، النيجر، مالي، الصحراء الغربية، وأيضا هنالك المروك فيها قاعدة عسكرية أمريكية، وأيضا فيها قاعدة عسكرية فرنسية وإسبانية. ولكن كما ترون الجزائر هي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي لا تتواجد فيها أي قاعدة أجنبية عسكرية في المنطقة، وهذا متابعين الكرام يدل على أن الجزائر لديها السيادة على أراضيها وهي من تتحكم في الوضعية. وبعد قليل سنشاهد السبب الحقيقي لرفض الجزائر
لبناء القواعد العسكرية الأجنبية في أرض الوطن. أيضا أعزائي المشاهدين، الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا في الكيان ليست على ما يرام، لأن المستوطنون الآن الإسرائيليون هنالك ينامون في المطارات بسبب تعطل حركة السفر بعد دوي صفرات الإنذار بعد الهجمات اليمنية بالصواريخ على العاصمة تل أبيب، مما أدى إلى إلغاء السفر في المطارات بن غوريون. كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عليها بالتفصيل في يوم من هذا. قبل أن نتطرق إلى التفاصيل، من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا سيدعم القناة كثيرا. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. أعزائي المشاهدين، دعونا نتكلم عن الخبر الأبرز والأكثر أهمية لنهارنا لهذا اليوم، وهو تطور الأحداث في مالي، وهي الدولة التي لديها حدود برية مع الجزائر في الجنوب الجزائري. كما ترون ما يقوله الخبر، يا جماعة الوضع صار خطير جدا في الساحل الإفريقي. أرسلت روسيا طائراتها المسيلة لدعم مالي ضد الأزواد. أعزائي المشاهدين، يعني يقول لك بأنه هذه المسيرات هي الطائرات المسيرة التي تم إرسالها من قبل روسيا لجماعة مرتزقة فاغنر ومن أجل دعم الجيش المالي. أيضا سقطت بشكل سليم زالا كوب الانتحارية في شمال مالي. دعم الروس فرقة فاغنر لمساندة الماليين ضد أزواد، ولا أستبعد وصول لانست، يعني لانست أعزائي المشاهدين هذه مسيرة تعتبر الأحدث في صفوف الجيش الروسي، أكثر مسيرة تطورا لدى الجيش الروسي. يعني من المتوقع أن تقوم روسيا بإرسال هذه المسيرات إلى الجيش المالي من أجل دعمه ضد الأزواديين. يقول الخبر متابعين المشكلة أن أماكن الاشتباك ستكون قريبة من الجزائر، يعني أعزائي المشاهدين مناطق الاشتباك ستكون هنالك في الشمال هنا على الحدود البرية بين الجزائر ومالي، وقريبة من منطقة تنزاواتين. وبالطبع أعزائي المشاهدين سنشهد ربما تدخل عسكري جزائري، لأن الأمر يتعلق بالحدود الجنوبية للجزائر، وهذا يشكل خطرا على الأمن القومي الجزائري. فهذه متابعين الكرام هي ما يحدث في مالي وآخر التطورات والأخبار الخطرة التي تحصل هنالك. أما في أخبار أخرى أعزائي المشاهدين، لمن شاهد البارحة خطاب أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم حركة حماس والمقاومة في فلسطين، ما رأيكم متابعين الكرام فيما قاله أبو عبيدة في خطابه الأخير؟ هل تتفق مع أبو عبيدة في وصفه لأنظمة العربية بأنظمة مطبعة لا تقف إلا في خانة المفعول به؟ كيف تصف الأنظمة العربية المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات أعزائي المشاهدين. أما في خبر آخر أعزائي المشاهدين، هنالك نكسة ونكبة كبيرة جدا تحصل في دويلة الإمارات. الجيش السوداني ينتصر انتصارا عظيما جدا ويسيطر على أسلحة ومعدات عسكرية كانت ترسلها دويلة الإمارات من أجل دعم مرتزقتها. لكن أعزائي المشاهدين، الفيديو اللي راكم تشوفوا فيه الآن هو فضيحة جديدة لدويلة الإمارات العبرية. استيلاء الجيش السوداني على كمية كبيرة من الأسلحة الإماراتية التي كان محمد بن زايد يرسلها لدعم حميتي وميليشيات الدعم السريع السودانية. الآن أعزائي المشاهدين، قد تتساءلون ما السبب الذي يدفع دويلة الإمارات من أجل إرسال هذه الأسلحة إلى مرتزقة قوات الدعم السريع؟ الحقيقة أعزائي المشاهدين، السودان تعتبر من أكثر الدول في القارة الإفريقية التي تمتلك على ثروات باطنية هائلة، يعني لديها الذهب والبترول والألماس والعديد من المعادن الثمينة تتواجد في باطن الأرض في السودان. فتقوم الإمارات بدعم هذه المرتزقة الغير شرعية والغير معترف بها دوليا من أجل إرسالها إلى السودان من أجل نهب ثروات السودان. ولكن الحمد لله، الجزائر كما شاهدنا في سابق الأيام تعلن دعمها بشكل مطلق للجيش السوداني، وحتى أن الجزائر أرسلت طائرة حربية من طراز ميغ 29 المحدثة، وقامت بقصف العديد من المواقع التي كان يتحصن فيها قوات الدعم السريع. فالجزائر تنتصر والسودان تنتصر بعد هذا الفيديو أعزائي المشاهدين، والإمارات تخسر. أما في خبر آخر أعزائي المشاهدين، فيما يخص بسؤال المهم، لماذا الجزائر لم تبني قواعد عسكرية في الجزائر؟ أعزائي المشاهدين، هذا في زمن الرئيس السابق رحمة الله عليه عبد العزيز بوتفليقة. الفيديو كان يجمع بين الرئيس الجزائري ومسؤول رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية. ومن يتذكر هذا الفيديو، حين عرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر تقديم كل شيء
في مقابل ذلك بناء قاعدة عسكرية أمريكية في جنوب الجزائر في تمراست. لو كنا نسعى للتطور والرفاهية على حساب النخوة والرجولة والتخلي عن القضايا العادلة في العالم لكنا الآن من بين أحسن الدول في العالم. يعني بالفعل أعزائي المشاهدين، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء امتيازات ضخمة جدا للجزائر في مقابل أن الجزائر تمنحها بناء قاعدة عسكرية في الجنوب الجزائري، ولكن الجزائر طبعا رفضت لأن الجزائر عندها ماضي سيء جدا مع الاستعمار ولا تريد أي أراضي أجنبية خاصة الغربية، لأن الجزائر تعلم جيدا نوايا الغرب الخبيثة التي تريد سرقة الثروات الدول العربية. فالجزائر رفضت القرار الأمريكي ومنعت منعا باتا بناء قواعد عسكرية في الجنوب الجزائري. وكما شاهدنا معظم الدول الإفريقية والعربية باعت أراضيها للقوى الأجنبية كما شاهدنا في الخريطة السابقة، المغرب وعدة دول سمحت للولايات المتحدة الأمريكية ببناء قواعد عسكرية في أراضيها، فالجزائر الوحيدة من رفضت بناء القواعد في بلدها. أما في خبر آخر أعزائي المشاهدين فيما يخص المشروع القرن الذي يتمثل في الأنابيب الغاز والبترول، النيجيرية التي ستمر عبر النيجر وبعدها إلى الجزائر ثم يتم تصديرها إلى الدول الأوروبية. لدينا أعزائي المشاهدين أعلنت نيجيريا رسميا أنها ستبدأ ببيع النفط الخام بالعملة المحلية بدلا من الدولار الأمريكي. يعني متابعين الكرام، نيجيريا من الآن فصاعدا راح تبيع النفط التاحة والغاز التاحة إلى الدول الأوروبية بواسطة العملة المحلية النيجيرية، ولن تقبل الدولار الأمريكي من طرف الأوروبيين. فهذا متابعين الكرام تطور مهم جدا تقوم به دولة إفريقية مثل نيجيريا لدعم الاقتصاد المحلي ولدعم العملة المحلية النيجيرية. أما فيما يخص بآخر التطورات التي تحصل الآن في الشرق الأوسط، أعزائي المشاهدين لدينا فيديو يظهر حجم الكارثة والخوف والهلع الذي يعيش فيه السكان المستوطنون هنالك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكما تشاهدون هؤلاء هم المستوطنون الإسرائيليون ينامون في المطار بسبب إلغاء رحلاتهم بسبب الإنذارات وصفارة الإنذار التي أطلقت بعد الهجمات اليمنية بالصواريخ البالستية، مما أدى إلى تعطل رحلات المطار وتوقفها عن الاشتغال. مطار تل أبيب الآن الخبر ما ترون ما لا تسمعون كما تشاهدون في هذا الفيديو. أما في خبر آخر أعزائي المشاهدين، كما ترون صفحة أخبار البريكس الرسمية تنشر حول المشروع السعودي في بناء أطول ناطحة سحاب في العالم. كما تشاهدون المعلومات حول هذه الناطحة، تقول صفحة أخبار البريكس خبر عاجل، وقعت المملكة العربية السعودية صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار لبناء برج جدة، والذي من المقرر أن يصبح أطول مبنى في العالم، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاع برج جدة 3281 قدما متجاوزا برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 2717 قدما في دبي. يعني متابعين الكرام، سيكون طول هذا البرج 1 كيلومتر أي 1000 متر. وهذا متابعين الكرام الخبر الرسمي، لأن السعودية وقعت على العقد بصفة رسمية وسيتم عملية البناء هذا البرج في خلال الأيام هذه. لدينا أعزائي المشاهدين مسيرة شعبية أخرى ليلية بالمغرب الحبيب من مدينة مكناس لإحياء ذكرى طوفان الأقصى، عاش الشعب المغربي الحر. في خبر آخر متابعين الكرام، مواقف نبيلة من عام الطوفان. هل تتذكرون السيدة المصرية النبيلة التي خرجت تتظاهر وحيدة في شوارع القاهرة وبينما جميع الشعب المصري خائف ولا يريد الاشتباك مع الشرطة والجيش؟ هذه السيدة الشريفة الوحيدة التي نزلت إلى الشارع ورفعت العلم الفلسطيني وتقول أن القضية الفلسطينية ما زالت حية في قلوبنا، وهكذا تكون الأمهات الشريفات. أعزائي المشاهدين، هنالك سيدة إيرلندية تتحدث بفخر عن موقف قوة حفظ السلام الإيرلندية التي رفضت الانصياع للأوامر الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من مناطق تمركزه في لبنان، وتقول أن الجيش الإيرلندي كله يدعم قواتنا في وقوفها بوجه آلة الحرب الإسرائيلية. Island peacekeepers refusing to leave Lebanon at the request of the IDF is, I think, a really important thing to discuss. I don't think a lot of people realise that Ireland was occupied by England for 800 years, and a lot of the stuff
that you see happening in Palestine now, the starvation, the mindless killing of women and children, they're kind of forcing people into stricken areas, resonates with us. I'm Irish as well, my family are from County Clare. And that is why Ireland has always been so vocal about Palestine, because it resonates with us. We carry colonization in our body. في تونس أيضا مشتدين هناك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوة الأمن التي استنفرت بأعداد كبيرة لحماية السفارة الفرنسية بشريعي الحبيب بورقيبة. سنة على عملية طوفان الأقصى، الشارع التونسي اليوم يخرج احتفاء بهذا النصر الذي حققته المقاومة بعد عقود من النكسات. في خبر آخر عزيزي المشاهدين، هناك كاتب ومفكر عماني حر يجلد ذيول الصهاينة العرب المطبعين في دول الإمارات العبرية وغيرهم كما ستشاهدون في هذا الفيديو. والله هذول الناس اشفق عليهم لانهم اكثر الخاسرين، لا هم ضربوا ايران ولا هم قتلوا حسن نصر الله حتى يفرحون، ولا هم يعني لا في الخير ولا في النبي. العالم يتناطحوا فريقين هنا، فريق خير وفريق شر، فريق صلاح وفريق باطل، وهم جالسين مساكين ما عارفين لا رجل هنا ولا رجل هنا. يقول سيدنا عادي يقول ما لم تنصر الحق فانت حتما مع الباطل، حتما بدون ما تفكر فيها. لا تقول لي انا والله اللهم سلط الظالم على الظالم، من هو الظالم؟ انت وش تطلع نهايه المطاف؟ بالله سمعت حد يقول لي انا اذا سالتي عن المباراه انت مع من؟ يقول لي انا شجع الحكم ولا شجع الجمهور؟ في ناس في الغباء يعني اصلا يشوف هذا حياد في مواقف معينه، ما في حياد، ما في شيء منطقه وسطى بين الجنه والنار على طول، يا كذا يا كذا. يقول لك الحين يحسنوها انه والله حتى الصواريخ طلعت ما فيها حشوات، وحتى والجماعه متدمرين، والتصوير الداخلي ما شاء الله تبارك الله، يعني يكذبون حتى بالعين. الكيان الصهيوني يعترف بان 3 قواعد رئيسيه خرجت من الخدمه، مثل ما قالوا زمان ايام قاسم سليمان.